العوض بسلامتكم. تفضل. ايه تسلم، شكرا كثير. لا 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 عم بسمع. ايه تغيرت ارقام الغرف. تمام، هلا المشروع صار جاهز ورح ابعته فورا. تمام، تكرم عينك، شكرا لك، تسلم. أمير، الوصية معي. اليوم 7 نوفمبر 2014،
أنا اسمي زهرة نازيري، الموقعة بأسفل الورقة مع الختم، والوكيل كاتب العدل فيليز. هاي هي وصيتي. هذا البيت والبيت يلي بأنقرة والمصاري الموجودين بالبنك رح تتقاسمون بيناتكن انتو الاثنين. وأنا تركت لي البيت اللي بأفغانستان بمدينة كابول. وبدها تندفن بأفغانستان. أميرة أعطيني سيجارة. شو هلأ؟ شو؟ عشان الدفن شو بدنا نعمل؟ صباح الخير. صباح الخير. لا تداوم اليوم إذا بدك. لا لازم أروح.
لا أنا أوزرا. أهلين بنتي، شو أخبارك؟ منيحة. أمي عطتك عمرة. كيف؟ بعد يومين رح نطلع على أفغانستان، لأنه أمي كان بدها تندفن هنيك، لهيك منقدر نجي لعندك. اليوم رح اقطع التذاكر، لهيك بدي باسبورك. أي تذاكر؟ كيف أي تذاكر؟ مو رح نروح على أفغانستان؟ أفغانستان شو؟ لا تخبصي أمير، هذا كان آخر طلب لأمنا. أمير ليش ما عم بترد علي؟ خلص بقى تركيني أخي، بس مرة حاول تكون موضوعي. ما رح أتخانق معك، أنا هلأ رايحة أظبط أموري، إذا بدك تعال وإذا ما بدك خليك ماشي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يجعل مثواها الجنة. عظم الله أجركم. شكر الله سعيكم. عظم الله أجركم يا بنتي. الله يرحمها. تعيش. مين بيكون؟ هذا الزلمة كان رفيق أمك وأبوكي، أحمد خان. أنا حبيت يكون معنا. شوفي، هاي أمك وهذا أنا. ثلاثين سنة من وقت أنا ما شفتها لأمك. ليش أهلي راحوا من هون؟ أنا اللي بعدتهم. بوقتها أمك كانت حامل فيكي، وعلى أساس بدهم يرجعوا، بس الظروف والحرب. وأنا كمان لقيت كم صورة بدرج أمي. طلعي بنتي، هاد أحمد خان، الزلم اللي شفتيه اليوم بالمقبرة، وهي هي أمك وأبوك وعمك وزكية. عمي أنا؟ إيه عمك. كيف؟ هاد عمك، يعني أخو أبوك. أنا ما كنت بعرف إنه عندي عم بنوم. أنت عندك عمين، صالح وكاظم. صالح هو أكبر واحد، وكاظم الوسطاني، وأبوك هو أصغر واحد. أهلك ما قالوا لك شيء؟ انسي، أصلاً هن ماتوا وصاروا من الماضي. أنا أمي تركت لي بيت هون، أنت بتعرفوا شي؟ أي واحد؟ اللي بكارغا؟ إيه قريبة من هون؟ إيه قريبة. بصراحة أنا صار لي زمان كتير ما رحت لهنيك. طيب بتقدر تروح معي؟ طبعاً، بكرة منروح.
عفوا، ما كان قصدي خوفك. صار لي وقت طويل ما اجيت على هذا البيت. انت ما بتعرفيني، بعرفك عن حالي. انا احمد خان. أوزرا. اهلين. شو كيف لقيت الوضع؟ صعب. صعب. صح. صح. بس صدقيني بكرة بتتعودي. تعرفت على أمك وقت كانت بالجامعة، وكنت بحبها كتير كمان، وكنت بعرف أبوكي كمان وبحبه. هو كان صديقي من أيام الطفولة. وقت يلي مات أبي كنت أنا صغيرة كتير، مشان هيك أمي ما حكت لنا كتير عن أفغانستان. أنا ما بعرف أي شي عنها. بهي الغرفة كنا ندرس الصغار يلي ما بيروحوا على المدرسة. أبوكي وأنا وعمك كاظم. أنا مبارح لحتى عرفت أنه في عندي عم، قصدي عمين. ليش ما كملتوا اللي كنتوا تعملوه؟ بعد الحرب الأهلية سنة 79 اجوا الروس لهون. أكتر شي تأثر النسوان والأولاد، وبعدين أمك انجبرت تترك المدرسة بوقتها، بس ضلت تتعلم بهي الغرفة. بعدين؟ بعدين تفرقنا عن بعض. كم واحد انضموا لاتحاد المجاهدين ليحاربوا الاحتلال وقتها، وماتوا بالحرب، والبعض منا هرب، بس أمك وشوي من رفقاتنا ضلوا يناضلوا. بس ما بعرف شو صار بالباقيين. في عندك رفقات عايشين من وقتها؟ ايه؟ في عمك كاظم نصيري، حسب ما بعرف لساته عايش، بس هو كمان اختفى بنفس الوقت مع ابوك وامك. دائما كنت بشك انه في شي خطير خلى امك وابوك يتركوا هالبلد. شو بتقصد؟ كل شي صار فجأة هون. هاد هو الشيء الوحيد اللي أنا لقيته هون بعد ما راحت عيلتك، مذكرات أمك. چی شده؟ هیچ، همراه از راجان درباره از خانه گپ میزنم. بس بریم دیگه. درست. خلینا نمشی. ليكي، إذا لازمك أي شيء قول هامي بيعرف عنواني. انتبهي على حالك. شكرا. عن إذنك. شكرا لك. شكرا. عفو.
عمي كاظم عايش. والله عن جد عم تحكي؟ بعد ما راحت امك ما عاد تواصلت معهم. ما كان في داعي اصلا. طيب صالح عايش يا ترى؟ ان شاء الله يكون ميت. هدول اللي على اساس عمامك ما بيهموني ولا بيخطروا على بالي حتى، كانوا كتير سيئين. وقت اللي راحت امك من هون كلهم ماتوا بالنسبة لي. وما تواصلت معهم. ما بيهمني اعرف عنهم ولا يعرفوا عني. الو. لا بقدر احكي. اسمع انا تركتهم فوق الطاولة. انت شوفهم واذا ما قدرتوا تحلوا الامور بنحكي بعدين. ماشي مع السلامة. عفري. قديش عمرها عائشة؟ 14 سنة. طيب هاد دائما بتلبسه؟ ايه في جرح بوشها. انا فكرت انه لا 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 مو هيك. تستحي بتفكرنا من الضايق من شوفته. وين التليفون تبع مناسا؟ مناسا دليت كو اكسايت تيل جست ا بيكتشر نيني اكسايت دليت كو تيل سو هي ممنوع سي جاكس برداري مناس اوكي جوزاني سي تيل دليت اكسايت دليت سنو دليت كو اكسايت اوكي اوكي ام دليتينج اوكي لازم تديري بالك ما بتقدري تصوري هون. ايه 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 خلص فهمت. بس انت شو عطيته؟ ولا شيء. انتبهي على حالك. إذا بتريد ما بدي يكون مديونة إلك لهيك. بس ثانية خد هدول. كأنك أول مرة بتجي لهون. تفضلي عادي خلينا نشرب شاي. زورا جان بیدار نشد هنوز ها؟ نه اتاقش نیست. چی؟ یعنی چی؟ نه اتاق خودم نیست. چی میگی تو؟ اتاقش هم نیست. عزرا؟ عزرا جان؟ عزرا؟
از دروازه برآمدنشام دیدی؟ ندیدی؟ در کجا بودی تو؟ در کجا بودی؟ تو برای چی هستی در اینجا؟ بخی گم شو؟ برو گم شد اینجا؟ چشم دیگه تو رو نبینم. طيب وامتى رجعت على افغانستان؟ ما صار لي زمان، كنت بالدنمارك. انت ما حبيت الدنمارك؟ لا هو بلد كتير حلو. طيب ليش رجعت لهون لكان؟ ما بصير نتخلى عن بلدنا، صح؟ ما قصدت هيك. انت ليش اجيتي لهون؟ شكرا. من شان أمي، هي وصت إنها تندفن بأفغانستان. أنا كتير آسف. بعتذر. ألو نعم. شوف أنا قريبة من البيت أصلاً. ما في شي، يلا أنا راجعة. لا تواخذني بس لازم أمشي. استني شوي، لحظة. هاد كرتي، رقمي مسجل عليه. ماجد، وأنا اسمي أوزرا. إذا لزمك شي بتقدري تتصلي أو تجي لهون. شكرا. سلام. مرحبا. انت وين كنتي ها؟ وكيف بتطلعي لحالك هون؟ انت بتعرفي البلد؟ بتعرفي لوين بدك تروحي اصلا؟ اهدى ليكني اجيت. شو هالمسخرة هي؟ اذا بتضلي هيك راح يكون لي شغل تاني معك. انا طالعة لفوق.
شو هاد؟ هيل، حب هيل. من شان شو؟ احيانا عائشة بيوجع راسها. شبك عدي. تتذكر حكينا عن كاظم؟ ايه. نحن ممكن نلاقي خالو؟ انت لشو بدك تلاقيه؟ ما بعرف، بسأله عن شيء له علاقة بأمي وأبي. بنت الناس اللي بهالبلد ماضيها ضاع. اصلا انت مو مطوله هون، تاخر الوقت، قومي. أهلين. مرحبا. جوعاني شي؟ بتحبي أطلب لك أكل؟ لا شكرا. شو أخبارك؟ أنا منيحة. بدي مساعدة منك. إيه؟ عندي دفتر مذكرات قديم مكتوب عليه بالفارسي. بصراحة هو قديم كتير. أنا بس بدي أعرف شو مكتوب فيه. 13/5/1981. نحن مضطرين نتحمل وننطر يتحسن الحال، لأنه هذا اللي نحن منآمن فيه. وحتى لو الوضع مو منيح، بس يلي جاي أحلى. ولو كان في شغلات سيئة، بس سعينا الدائم وطموحنا لحتى نغير حياة الإنسان للأحسن هو الأهم. منشان هيك في كتير شغلات لازم نعملها، ورح توصل لكتير عالم. سبعة 8/1982. اليوم خسرنا 3 تانيين. مساحة حريتنا عم تصغر أكتر وأكتر. حتى الأشياء اليومية البسيطة منعملها ونحن تحت الخطر. عم نموت كل يوم، ونحن عم نشوف البلد عم تتحول لجحيم ومانا قادرين نعمل شي. بس بشير بيقول ما لازم انه نفقد املنا. لما فكر انه الرايحين ويمكن ما يرجعوا، هالتفكير عم يقتلني ويخنقني.
الكل عايشين هون بخوف وتوتر وعم نفقد السيطرة. ستاعش خمسة ألف وتسعمية واثنين وثمانين. زهرة توفت، قتلوها. ثلاثاعش خمسة ألف وتسعمية واثنين وثمانين. أنا متت وبعد أسبوعين دفنوني بالبيت مع كل شي أنا كنت بآمن فيه. شو بقي؟ 28/5/1982. صار مارق 18 يوم وكاظم مو مبين. تاريخ 30/5/1982. صار مارق 20 يوم ولسه ما بين. عذرا، هاي مذكرات أمك؟ ماما أبداً ما كانت تقلنا شي، ما كانت تقول أي شي عن هذا البلد. هي ما قالت ونحن كمان ما سألنا. قولي لي يلي مكتوبة بيعنيكي؟ بصراحة أنا ما بعرف، بس حاسة إنه في شيء غامض أنا المفروض أعرفه، صح؟ في شيء صاير هون. أنا خسرت عيلتي كلها بالحرب ولهيك تركت أفغانستان. ما بعرف مين قتلهم أو كيف. هاد بيغير شيء؟ ما بعرف، بس صدقيني بعمل المستحيل لأعرف. طيب شو لازم ساوي؟ لازم يكون في شي مألوف، بلكي بتقدري تربطيه بحدث معين. في كاظم عمي، هلا أنا ما بعرفه من قبل، يمكن هو بيقدر يوصلنا بشي، بس مو معروف إذا عايش أو ميت وما بعرف كيف فيني لاقيه. أنا لازم أمشي. شكراً على كل شيء. بشوفك. صدقيني ما أنا فكرة منيحة إنك تدوري على حدا هون. إذا بدك أنا في عندي علاقاتي. شكراً. ألو، شو أخباركم؟ لا أنا هلأ قريبة من البيت كتير. لا بصراحة أنا هلأ بدي روح زور أحمد خان. أنت بتعرف بيته صح؟ لا 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 ما في شي، بس بدي استشيره. تمام، وين قلت لي؟ طيب طيب أنا جاية. لك بنتي واخرتها معك، يعني طلعتي مثل امك تماما، ما بتسمع الكلام بنوب. ها ليكنا قربنا هنيك بالحارة على اليمين. يلا امشي. السلام عليكم. شو تعرف؟ مرحبا. تفضلي فوتي. ما
درسي بابا جان تشكر عاصم كاتينيز دكتور مصروف عاصم صار باخذ مبرايك كشام طيب وانت شو اخبارك منيحه دفتر المذكرات اللي انت قريته ايه يعني بتعرف عن شو كانت امي عم تحكي صدقيني مثل ما قلت لك هداك اليوم وقت شفتك بعرف الاشخاص يلي كتبت عليهم بس يلي انا فهمته قد يلي فهمتي هذا قصدي هداك اليوم انت ذكرت كاظم تتذكر كيف انا بقدر لاقيه صدقيني انا ما بعرف وينه هلا مضى وقت كتير طويل شو ده قديمة؟ ايش لولا جان كما كيف فكرش معك شو شاس جابانيز انا بدي احكي معه ايه حاضر فاطمة سلام ما بيار وقف خالو وقف شو هذا اللي عم تعمله انت لا تتدخلي ايه بس شو هذا اللي لك لا تتدخلي ديوانا اخي هذا زرد بيجي
صباح الخير. لا 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 بنوب، انا اصلا بدي فيه. ماشي انا جاي، يلا جاي فورا. قدرت تلاقيه؟ ايه لقيته، بس عمك الكبير صالح نظيري شخص معروف كثير بالبلد، واثناء الحرب هو بطل يحكي مع اخوه. هو شخص خطير ودايما معه مسلحين. أوزرا، بتمنى انك تلاقي اللي عم تدوري عليه، بس ما بدي تعرضي حياتك للخطر. هذا المكان مو آمن وصعب توثقي بأي حدا. مضطرين نوثق بحدا مو هيك؟ عايش بمكان بعيد عن المدينة. منروح. استنيني هون. لا مستحيل، جاية معك. سلام علیکم آقای سالین، از عزیز کار داریم. کی هستی؟ بیادرزادش آمده، میخوای ببینش؟ همین کمرایت هست؟ بله. منتظر بار شو؟ علی ننتر هون. داخل بیا. بنا خودت. اینه. خلیکی هون. طيب. شو قالوا لك؟ ناطرك جوا. أوزرا هو غريب شوي. خوش آمدين. تشكر. مهرباني.
یزراست برادرزادتان دختر بشیر. مادرش فوت کرده بود، از او خاطر کابل آمده. زندگی سر ما باشه، خداوند بیامرزش. میخواست با شما معرفی شوه و هم درباره فامیل چیز معلومات بخواه از شما. اگر راست شو بپرسین، ما مدت بسیار طولانی است که از هم جدا هستیم. خب باز گپ خود زدیم که مدت دیگه هم اینجا خواهد ماند. هنوز معلوم نیست. خب اگر ضرورت داشته باشین یا کدام گپ دیگه داشته باشین، ما در خدمت شما خواهد بودم. تشکر. نیما باید بریم. خداحافظ. شو صار جوا؟ قلت لك انه هو شخص غريب، توقعت هالشي. ما بده يحكي معنا. طيارتي طلعت من شوي. يعني طيارتك كانت اليوم؟ اي وطلعت من شوي. قررت تضلي هون؟ بظن انشغل باله عليكي. مو مشكلة. لا تخافي، رح نلاقي لك عظم. شكرا. انت ليش عم بتساعدني؟ لأني بقدر على هالشي. شوفك. مساء الخير. مشانه انت ضليتي هون؟ مين هذا الشاب؟ اوعى تخربط بيني وبين النسوان يلي بتتقاوى عليهم.
كيفك؟ منيح، وأنتي؟ منيحة، وأحمد كيفه؟ منيح، مثل ما تركتي. طيب قلي حبيبي، شو عم تاكلوا؟ عم نمشي أمورنا. أنتي أيمت جاي؟ رح ضل كمان شوي. ليش؟ لأنه في عندي عم لازم أوصل له. لك شو عم تقولي أنتي؟ عموم شو؟ أنا قلت عم، بس أنت شو قلت؟ إيه خربطت. أنت أمير منين بتعرفهم؟ أنا ما بدي أزعج حدا هون أبداً، بس في أجوبة بدي أعرفها. أنا رح أروح. اکبر جان؟ مجید؟ او برادر، کجا هستی؟ جان وانجا؟ جان جور، ساعتا خوب، خیرتی؟ فضل خدا، تشکر. چی ایدیش کله، تو کجا بودی بدر قدر وقت؟ بخیرتیس؟ چند سال شد موتو خدا نیدی؟ زیاد وقت شد. جور خست انشالله، ساعت خوب است؟ شما چیز میخواستین؟ لی خانم آدائی مست. امروی خود تست؟ عرصی کدین نگه؟ نه هنوز نه. چطو امروی مست نگی و رفیق شماست؟ خب، سو خوب. بفرمایید خیلی داخل کم بزنیم، بفرمایید. تفضلی. ما جان بر خود سوپ خواستم. سوپ میخواییم بر شما میخواییم؟ نه تشکر. خانم ازا از ترکیه آمده. مادر پدرشان از افغانستان هستن. اوه بسیار خوب، بسیار خوب. هم افغان هستی هم توریست ها؟ زبان ما نفهمم. ما جان میفهمی که لسان بسیار اکسیز مهم است. لسان که نفهمیده همیشه بیگانه میمونی. باز یاد گرفتن لسان پسان هم بسیار مشکل و مشکل در میشه میفهمی. مثلا ما یک سال است که برای شیرازو تدریس میکنم، میفهمم لسان برشون، اما سه چهار کلمه زیاد یاد نگرفتن. شیرازو کیست؟ شیرازو. شیرازو یک از دوستای بسیار خوبم از وقت بیکاری امروز از قصه میکنم. طبعا او هم اکبر جانم است، معلومات نیست، پیر است. یا اگر از خودتاکی پیش ما میبودن، توتی موتی نه، بلبل واره گم میزدن، بلبل واره. الله اکبر جان، تو هم چه گادم هستی؟
ماجد، أنا رح أستناك برا. شو عم تساوي؟ كنت عم بتفرج على الناس. ماشي يلا. شو بيعرف شي؟ ايه لا، بس بغير مدينة. وقت يعرف عنوانه بالضبط بيخبرنا. ماشي. انت منيحة؟ ايه ايه انا منيحة. اوف، بس رجلي انجرحت شوي. كل شي كان باقي لي من امي كان بهالشنطة، وهلا راحت. السلام عليكم. بشي بشي. مرا شناختي؟ خیلی فاس. دختر بشیر پیش ما آمده بود. مادرش مرده. نه که تور روان کده بودی؟ ما خبر ندارم. ما چطوری کار کده میتونم؟ انسانی که کل زندگیش در خیانت تیر شده باشه، خدا هم که چی کارهای دیگه کنه؟ گور خود بینای مردم. حوصله مرا سر نته. ما خبر ندارم. خدا کنه که حقیقت داشته باشه. بله بله رئیس جان، عذرا اونجا هست؟ بله. سالی خان آمده بود اینجا پرسانش ها میگد. احمد خان؟ احمد خان؟ بله احمد خان؟ بله احمد خان؟ رحتي لعند صالح نزيري؟ ايه. يا الله، كنت بعرف هالشي. حرقتي حياته لأحمد. وين قايم يا عدي؟
اها شرف. عود. وهلا احكوا لي شو سويتوا بالتفصيل. طيب ورحتوا على الشرطة؟ رحنا وماجد حكالن. عمي نحنا ولك مين انت؟ مين بتكون؟ ولك انت شو اللي عم تعمليه؟ قولي لي جاوبيني. لك بنتي انا عم حذرك على الفاضي ولا شو؟ مفكرة القصة لعبة؟ هي شنطتك انسرقت والله وحده بيعرف شو صار بأحمد خان. شو صار لأحمد خان؟ سيارتك معك؟ معي. قوم خلينا نروح يلا. ليه كيف قلبين الدنيا؟ شو متوقع يعملوا لكان؟ بدهم يتركوا لحاله يعني؟ هذا إذا كان له علاقة فيكي، معناها نحن وقعنا بمصيبة كبيرة هلأ. هذا مو منطق أبداً، هو شو بده من أحمد؟ بعدين يعني اللي راح لعنده أنا مو هو. عشو عم تدوري؟ على المنطق؟ آه؟ طيب شوفي لسه امبارح هون انفجرت قنبلة. امبارح انفجرت بس الحياة مشيت. اليوم هذا هو المنطق بهذا البلد. لما بينقتلوا الناس عادي، انت هون ما بيحق لك تفكري، انت بتنفذي وبس. تقدري تعيشي اذا بتقدري تقتلي، لانك هون بافغانستان. شو اللي ما عم تفهميه؟ امشوا يلا خلينا نروح لبيت صالح ونشوف. امشي. استنينا. علينا زيري براي بيرون براي خودتا نشان بته.
حدا رح يساوي شيء؟ ما رح يصير شيء ولا رح ينفتح تحقيق حتى. الكل رح يرجعوا لبيوتهم، بس بيضل في احتمال انه يطلع شي حدا وينتقم. نترس ايه؟ ايه بعرف اكبر بعت لي رسالة انت متأكدة؟ يلا نروح. ماشي. Thank you.
سلام علیکم. وعلیکم سلام. قدیم نظری هستم؟ بله. شما دکتر هستین؟ نه. مریض هستم؟ بله. میتونم ببینم؟ بابا جان، دیدن شما اومدیم. سلام علیکم کاکا جان. وعلیکم. شما کیستین؟ یه از راست، برادر زادیتان، دختر بشیر. تقدر تفتح الشباك؟ كيفو أخي؟ بشير توفى قبل 18 سنة. وزهرة كيفة؟ كمان توفيت. أنا اجيت مشان ادفنها هون، هيك كانت وصيتها. ليش؟ ليش لقيتوني؟ وقت اجيت لهون وبجنازة أمي شفت أحمد خان عطاني دفتر مذكرات أمي، هي كانت كاتبة عنك كتير. لما كنت عم دور عليك أنا لقيت عمي صالح. قديش عمرك؟ 30. كنت مفكر رح ادفن معي كل اللي عشته قبل، بس الأسى ما بينتسى أبدا يا بنتي. أبوكي وأنا ما كنا بس إخوات، نحنا كنا رفقات كتير وما نترك بعضنا، وأمك كمان. بس صالح كان شيطان. أنا وأبوكي كنا دائما نتخانق مع صالح، هددنا كتير وكان يضغط علينا، استغل حياتنا، بس وقفنا بوشه وتحملنا. بس بآخر سنة قلنا بالجامعة تعقدت الأمور كتير، ومع هيك ضلينا هون وحاولنا نستمر بمساعدة الناس، بس للأسف الأوضاع خلتنا نتغير بشكل ما كنا نتصوره. كنا محظوظين لأنه بقينا عايشين، بس أخدوا كل شي منا. هني أخدوا إنسانيتنا، أخدوا مشاعرنا، أخدوا كل شي منا. قتلونا، قتلوني، وقتلوا أبوكي، وقتلوا أمك كمان، قتلونا كلنا. Thank you.
قتلونا قتلونا قتلونا. قتلونا يا بنت. کجان سالی اینجاست؟ کجان سالی اینجاست؟ بابا تجیب برایم کنم روی برای ما دیگه هست؟ يلا امشي. أمير شو جابك لهون؟ انشغل بالنا عليكي. تليفونك مسكر دائما. انسرقت شنطايتي. كيف؟ طيب وباسبورك كان فيها كمان؟ لا، باسبوري كان معي. بس أنت ليش إجيت لهون؟ قلت لك تليفونك كان مسكر، منشان هيك حكيت مع خالي. يعني اجيت لانه انشغل بالك؟ طبعا. ولسه صار شيء لاحمد؟ لا ابدا، بعدين انا تركته عند رفيقه كريم واجيت لعندك. قلي الحقيقه، ليه اجيت؟ في شغلات لازم اشرح لك اياها. خلينا نقعد. عادي. عم بسمع. أنا ما بتذكر وش أبي، واحتمال بعد فترة ما عاد اتذكر وش امي. انتي شفتي امي وابي عم يتخانقوا؟ مشان الله امير، معقول اجيت مشان تقول هالشي؟ ايه اجيت منشان اقول هالشي. بتعرفي شغلة؟ ما ضل ببالي عنه غير هاي الخناقة.
وكل مرة بفكر فيه بتخطر ببالي الخناقة. أصلاً هو مات بعدها بأسبوعين. وبعد ما مات أمي ما صارحتنا بأي شيء عنه ولا سألت على شيء ولا شرحت شيء. نحنا كبرنا وما منعرف شيء عن ماضيهم. ولهلأ اللي عرفنا ليكي الشغلات اللي لقيتيها بعد ما ماتت أمي. أنا كمان كنت ملاقيها الصور و والطوق. ودفتر المذكرات المكتوب فيها عن صالح. يلي هو عمنا. كانت كاتبة انه هو ابوكي. والشخص الثاني هارون وكيف ساعده بجريمته وكيف سمح له يعمل هيك. أمير ما بدي اسمع. لا رجاء أنا قعدي لأني أنا ما رح أحكي مرة تانية بهالموضوع. ايه منيح وأنا كمان ما بدي اسمع. لك أنت ما بدك تفهمي إنه هي هي الحقيقة. أنا من سنين عم استنى هي اللحظة. أعطيني سيجارة. هات. خدي. وقت لقيت هدوك الشغلات سألت أمي بس ما ردت علي وعصبت وصرخت بس ما قالت لي ولا كلمة. أنا ترجمت كل شي كانت كاتبته وعرفت. أنا كنت بعرف بس كنت بدي أسمع من تمها بس هي ما قالت لي شيء. بعدين هذا الزلمة الثاني هارون إجا زارنا. تخيلي إجا على بيتنا. انتي ما كنتي بس انا كنت. ويومها امي شرحت لي كل شيء.
هالشي صار من 6 سنين. كان يوم سبت، انتي ما كنتي بالبيت وفتحت له الباب. السلام عليكم. يا حقير! لك شبك؟ أختي واقفي، لا تروحي. لك ما تغير أي شيء. نحن لساتنا أولاد بشير وزهرة. Yeah.